المدير العام للجهاز التنفيذي لمحو الأمية الأستاذ ماهر الجبوري. أهلا بك أستاذ ماهر، نحييك في اليوم الدولي لمحو الأمية، كذلك نتقدم بالتحية لكل الكوادر التعليمية والتربوية. أهلا وسهلا. هل هناك أستاذ ماهر تقديرات يعني تشير إلى عدد الأميين بين كلا الجنسين في العراق؟ نشكركم على هذا اللقاء وإتاحة الفرصة لنا لنتكلم عن هذا الموضوع المهم والحيوي. حقيقة بالنسبة لا توجد لدينا إحصائية محددة، يعني كما تعلمون أنه التعداد السكاني آخر تعداد هو عام 1997. المنظمات الدولية متضاربة فيما بينها بإحصاء الأمين، يعني مرات تصل إلى 4 ملايين إلى 5 ملايين إلى 6 ملايين. هذه يعني الأرقام التقديرية، ولكن لا توجد أرقام محددة بالضبط. طيب بالنسبة لمراكز محو الأمية أستاذ ماهر، هل تغطي جميع المحافظات العراقية وكم عددها؟ احنا بالنسبة ان يعني منذ عام في عام 2011 بعد الاحتلال أصدر قانون 23. هذا القانون يعني أتاح لتفعيل هذا القانون للتعليم والقضاء على الأمية وتعليم الكبار. في الحقيقة احنا لدينا وكانت الحملة يوم 16/12/2012 ومتوزعة على جميع المحافظات، يعني على جميع المحافظات وليست فقط اللغة العربية، في اللغة الكردية والتركمانية واللغة السريانية كذلك. وتقريبا يعني كانت النسبة للقضاء على القضاء يعني لتعليم القراءة والكتابة بحدود مليونين. وكذلك لدينا تعليم المهارات و يعني المراكز المجتمعية، أيضا فعلنا المراكز المجتمعية يعني إضافة إلى تعليم القراءة والكتابة تعليم المهارات والمهارات الأخرى. نعم أستاذ ماهر، إذا نتائج مهمة يعني تحققت بعد إطلاق الحملة الوطنية الكبرى لمحو الأمية. نسأل، لماذا توقفت هذه الحملة أو ما الذي عرقل استمرار تلك الحملة؟ هي لا يعني ما توقفت، ولكن يعني بالنسبة للظروف الاقتصادية اللي مر بها البلد، وإضافة إلى ذلك التهديدات داعش أكيد أثر سلبا على عدم الاستمرار، ويعني أكثر المراكز أغلقت بسبب يعني التنظيمات تداعيات تنظيمات داعش. نعم. وايضا الكورونا ايضا كان لها تاثير على تلك الحمله. نعم، في النيه يعني الشروع مجددا ب يعني تلك الحمله، هل هناك نيه لدى وزاره التربيه؟ ويعني سريعا استاذ ماهر. نعم، بالحقيقة السيد علي حميد وزير التربية كان لنا لقاء قبل أيام، وحقيقة الوزارة والسيد معالي الوزير له الدور الكبير وكان متابع لتلك الاستمرار بالحملة. وتوجد لدينا هناك إجراءات سوف نتفق عليها وتستمر يعني فتح المراكز. إضافة إلى ذلك احنا أيضا لدينا امتحانات أنصاف المتعلمين، يعني أنصاف المتعلمين
ممكن لانه الـ 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 يعني بالنسبه للمراكز محو الاميه هناك اساس وتكميل، فاذا نعم. اذا بالامكان الدارس نعم. لديه القدره على القراءه والكتابه ممكن يقوم له اختبار وبدون نعم. ان يدخل نعم. توضحت تلك الدورات. معاون المدير العام للجهاز التنفيذي لمحو الاميه الاستاذ ماهر الجبوري، شكرا جزيلا لك لانضمامك الينا.